السلام عليكم وأهلا بكم. موجز لأهم وآخر الأنباء. هاجم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال منازل المواطنين في حارة الجعبري بمدينة الخليل ورشقوها بالحجارة وأطلقوا عبارات عنصرية وعدائية، ما تسبب بحالة خوف وهلع في صفوف النساء والأطفال. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن عام 2014 كان الأسوأ على الأسرى منذ أعوام طويلة، بعد أن أصبحوا عنوان انتقام لسياسة الاحتلال الرسمية، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو انشغلت طيلة هذا العام في وضع إجراءات وقوانين تستهدف حقوق الأسرى وكرامتهم. وفي موضوع آخر، لقي الشاب محمد غسان صلاح 19 عاما مصرعه إثر حادث سير وقع على طريق حزمة شمال شرق القدس، وتوفي الشاب الذي يعمل مساعدا لسائق شاحنة لتوزيع الألبان تابعة لشركة الجنيدي إثر انقلاب الشاحنة. احتفلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالذكرى 47 لانطلاقتها، وبدأت الشعبية احتفالاتها بمسيرة انطلقت من أمام النادي الأرثوذكسي وجابت شوارع رام الله وانتهت باحتفال مركزي في مدينة البيرة. هي تصادف ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية وذكرى أيضا الانتفاضة الكبرى. هذه محطة بالعادة نؤكد فيها على أولا تقييم الدروس، وثانيا تأكيد على القضايا التي ننطلق من أجلها، من أجل فلسطين حرة ديمقراطية، من أجل فلسطين كل فلسطين، من أجل حماية المقاومة، ومن أجل تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية، من أجل القدس وكل فلسطين. نختم من بيت لحم، فمع بدء التحضيرات للاحتفال بموسم الأعياد المجيدة تعج شوارع وزقاق المدينة بعبق خشب الزيتون الخارجي من المصانع والمحال التجارية التي تستعد لاستقبال الأعياد المجيدة. نهاية الموجز، بأمان الله.